عم اقول لك، لك انا عم اقول لك حلاوي ما له اخت. والله ما له اخت. إيه لك 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 حلاوي شاميه. إيه لك معمل سعاده اخي يهودي عنا. إيه لك شرش حلاوي، شرش حلاوي اصلي وطحينه ملوكيه. إيه والله. إيه لك اخي هي غلطتك انت، غلطتك انت، لك غلطتي انت تقسى شيء ما تقسى. إيه راح تحكم لما بتدوقها، انا راح ابعث لك عيني محفوظي. ايه واكيد راح تدعي لي. وينك ابو عبدو؟ الله يرضى عليك، بكي بتبعتي محفوظي هال1000 ليره هي اللي بقيت مع حساب الجمعيه الماضيه؟ ايه بحساب عمي. نعم. بعد يومين؟ ايه مو مشكله، بعد يومين يومين يعني. ايه قليل ابو عبدو، والله معك مع السلامه. يا فوزي وينك يا فوزي؟ نعم معلم. شو عم تسوي شو انت؟ عم باجي العجنة معلم. اترك كل شيء ميلك تعال هون اوامي، اوام تعال هون. حاضر. نور معلم. تاخذ لي هالعينه من هالطبقه جديده لابو عبد العربيني. ابو عبد العربيني؟ ايه 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 جارنا، عرفنا حلو؟ ايه ايه بعرفه بعرفه معلم. ايه روح متى طي طايره هوا على توصل له الطبقه هي وترجع، لا تروح هيك وهيك، روح هيك وهيك لانه انت. حاضر معلم. فهمت؟ حاضر. ابو عبد العربيني، ابو عبد العربيني. السلام عليكم. عليكم السلام وكيف؟ لك شو مساوي انت؟ انت شو مساوي انت يا؟ شو مساوي؟ ما مساوي شيء. ما مساوي شيء؟ بتعرف اني انا اليوم رحت على المدرسه تاعك، رحت على المدرسه تاعك وشفت الموجه، بتعرف الموجه شو قدني بتعرف؟ من وين بتعرف؟ طبعا ما بتعرف، كلكم خشمة لما 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 بتقع بالزلم. كمشوك كمش اليد وبالجرم المشهود وانت عم تغش بالمذاكره. الله وكيلك ما دخلني، رفيقي اللي قدامي اللي حش الراشيتا من تحت المقعد. وعلى فرض وعلى فرض انه هو اللي حش لك الراشيتا. انت انت ليش لحتى تفتحها؟ ما بدي اعرف شو فيها. ولك انا قلي 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 شو بتطلع بالدنيا؟ بهالدنيا كلياتها شو بتطلع انت بابا؟ بقول لك الغش والغشاشين يا اخي، ما بحبهم ما بحبهم، وعم بدعي لربي ليل نهار ينجينا من الغش والغشاشين. يخرب بيتك. الله وكيلك يا يابي، والله اساتذه كلهم متحططين علي وعم ينطروني على وحده. متحططين عليه؟ اساتذه اساتذه اساتذه؟ لا لا هلا ملا وغيرك يتحططوا عليه، حطوا حطامك الهي قدامك، قدامك حطوه. يا فوزي تعال لك يا هون تعال. خير معلم؟ خذ الحبلة وربط لي الغشاء جوا على المعجنة، على المعجنة اربطه. خير ان شاء الله، شو عامل؟ شو عامل؟ عم يغش بالامتحان. بسيطة بسيطة معلم. أنا بتشفع له المرة. لك شو اللي بتشفع له؟ خلاص بالله، قسما بالله بربطك جنبه أنت الثانية. لا 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 دخيلك يا معلم، امشي. اوعى فوزي ها؟ تندم عم قلك اوعى. امشي. شرف رمز أفندي شرف. لك يا فوزي لك وين الصحبة؟ لك أعطيني هالمحروستين. لك شو؟ لا تقص لا تقص الحبيب، لا تقص بعدين بقول له لأبي انك عم تاكل كل يوم كيلو حلاوي ها؟ والله شو عم تعمل؟ عود حبيبي عود عود على الكرسي. كلكم علي ما؟ ناوني حتى انت يا فوزي. لك عن جد والله؟ كان عن مزاج. انا برجيك. اوعك فوزي اوعك ها؟ اوعك فكه قسم بالله العظيم، قسم بالله العظيم، يعني فكه فكه لا تفكه. حاضر معلم حاضر. شو هالظلم هاد يا؟ شو انا اول واحد بغش بالامتحان؟ اخون ام رميز ام رميز. نعم. شو نمتي؟ ايه نمت. قومي لكان الله يرضى عليكي، نطي على المطبخ جيبي لي كاسه مي. يو عم بقول لك انا نايمه. لك شلون نايمه؟ شلون نايمه وعم تحكي وعم تحكي معي لكا؟ يعني بعمرك ما سمعت عن وحدة بتحكي وهي نايمة؟ أنا عم بحكي وأنا نايمة. هلا رح تقومي على المطبخ ولا شلون؟ لا مالي قايمة. وليش بقى مالك قايمة؟ لأني أنا زعلانة، زعلانة على ابني اللي حش لي إياه بالمعمل دون شفقة ولا رحمة. شلون إلك قلت تتركه هنيك؟ آه شلون؟ يا لطيف، يا لطيف شو قلبك قاسي؟ بيستاهل. لأنه غشاش. إذا كان، وأنا أكره شيء عليه بهالدنيا، شو أكره شيء عليه بهالدنيا؟ الغش والغشاشين بكرههم بكرههم الغشاشين انا بقى خليه يتربى من صغره احسن له هلا لانه تنقل له كلمتين بالمذاكره صار مجرم وغشاش هلا هيك انا هيك اخته انت اخته لمرائي لا ماني اخت مرائك اذا هيك تفضل لحالك روح على المطبخ اشرب لكان ايه بقوم ليش لحتى ما اقوم يعني شو رح يصير يعني رح تطلع لي الغوله بالمطبخ الحمد لله يلي مالي مكرسح بلادي اعرج بس تضرب تضرب حاجة الرجال للمرة تضرب ما بشعر
نعم هذا الوسطى ماذا تعمل إليه ما بتهي والله العظيم هذا مش بحاجة أبعد أفضل لا أشوف أخويك بس تطول زماني بدنا ندور على أخويا حاطط مساكن هنا مش بالمعمل لحاله ولي على قلبي ان شاء الله لك ابو رامز ولا تربطت دياتي شو بدي اعمل اركدي اركدي على راس حالك في الدكتور كمال بجيبي له هون وامي الدكتور كمال مسافر برات البلد راح اموت يا ابو رامز لساتك واقفه هون ابو رامز دخيلك تمريني ابو رامز يا ربي شو بدي اعمل اخ لو كان ابننا رامز هون كان لنا 100 حل لك قومي اركدي على شي صيدليه وجيبي لي شي دواء اخ يا مصاديني حاسس راح يتقطع طيب وشلون بدي اروح لحالي بنصاص الليالي على الصيدليات مين راح ياخذ فيك يعني خلصيني راح اموت يلا يلا راح احط شي وقع على بدني واركض ها رامز اذا شفتي من برا لقيتيني مسلمه بعيد الشر عنك شو هالحكي هذا اسمعي شو عم اقول لك اذا شفتي ولقيتيني نافخه بتاخذي من ابو عبد العربيني 1000 ليره يعني اللي معه فرق حساب وبتاخذي من ابو معروف 2300 ليره حلاوه فهمتي يا عالم يا عالم يا ناس شوفوا انا بشو هو بشو يعطيك العافيه يا اخي دخينك الحقني جوزي شرب زيت الكاس بدل المي ومعدته عم تفور وتغلي يعني شو بتريدي شو بتحبي نعطيه بدي تعطيني دواء مشان ما يتسمم بزيت الكاس وليش ما اسعفتيه يا اختي ما رضي يا اخي ما رضي جوزي من زمور الاسعاف بغوطين ومن شافة السياره تبع الاسعاف بصفرين ماشي الحال طولي بالك شوي يا اخي الله يخليك عجل شوي شو عم تقرا هلا طولي بالك انت نسياني اني انا صيدلي مو دكتور ما لازم نعرف بالضبط شو لازم ياخذ الله يجزيك الخير بس عجل شوي يا اخي الله يخليك تاركته عم يبحث بالاراضي ويفرك من معدته ومصارينه على ولد اخ معدتي اخ مصاريني الو مرحبا يعطيك العافيه دكتور بدي اسالك سؤال الله يخليك هلا اذا واحد شرب زيت كاس شو لازم نعطاه ايه ايوه شو هالحكي ايوه لا لانه انا كنت بدي اعطيه مقيئ طيب يعطيك العافيه يعني طمني الله يخليك شو قال عم بيقول انه ما في ضروره للمقيئ لو اعطيناه كان ضربه الرئه شو كان لازم نعطيه لك ما في داعي ابدا اذا ما صار معه مضاعفات ما في داعي لاي شيء زيت الكاز بينظف المعده وبيقتل الدود معه دود شيء ايش بعرفني شو انا قاعد بمعدته شايفتك قاعد وليش لحتى ما اقعو ليش يعني لازم طل واقف يعني لا يعني ما صار لك شيء
لا ما صار شيء، شو بده يصير يعني؟ والزيت كاس اللي شربته؟ ما اثر فيني. دخلك انت منين شريتيها هي انينة الزيت كاس؟ هلا لشو السؤال هذا؟ منين بدي اشتري الزيت كاس يعني؟ من عند ابو قاسم؟ انا بورجيه لهالغشاش ابو قاسم. بتعرفي ليش ما صار لي شيء بعد ما كرعت نص انينة الزيت كاس؟ ليش ما صار لك شيء؟ لانه مغشوشة نص مي، بس هيك حكمة الله. الله بعد اسمه بده يكشفه للغشاش. انا بورجيك يا ابو قاسم، اذا بكره ما جبت له التموين والصحه ولجنه مكافحه الغش وخرفت له بيته بنكون اسمي ابو عابد. صباح الخير. الو خيرات. بسيطه، حسابك عندي. لك انا شو دخلني؟ اذا المعلم هيك بده. هلا صار ما دخلك ما؟ بسيطه. إذا ما بفسد عليك لأبي إنك كل يوم عم تاكل كيلو حلاوي، ما بيكون اسمي رامز. يعني رح تروح على النار لو تركت الحبلة ملخية شوي ما؟ ضميري ما طاوعني. منو هاد؟ يلا يا رامز، يلا. يلا على مدرستك أكيد، وحاجة برا بقى، ويا ويلك إذا خشيت مرة ثانية، يا ويلك. ماشي. بخليه ينفعك، إيه؟ منو هاد؟ ضميرك حكت لي عنه قبل شوي. والله معك، مع السلامة. يا فوزي. نعم معلمي. تعال هون لشو. تعال عود قدامي. خير معلمي. لك آخ 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 يا فوزي، شو لك شو الدنيا هي؟ الناس صايرة مجبولة بالغش جبل. بتصدق إني امبارح بالذات، امبارح شربت نص قنينة زيت كاز وما صار لي شيء. شو الحكي؟ ما صار لي شيء، عم بقول لك مغشوشة طلعت، طلعت مغشوشة، عجبك على الحكي؟ معقول ما صار لك شيء؟ لك مثل ما عم لك ما صار لي شيء، شيء. لكن قدامك أنا، آخ بس الواحد بهالدنيا ما عاد يأمن لشيء بنوب. أنا بعرف حسابي معك يا أبو قاسم، بعرفه. بسيطة معلم، بسيطة، المهم الحمد لله على سلامتك. إيه سيدي، شو بدك تفطرنا اليوم؟ شو رأيك معلمي بمناقيش زعتر مع برات شاي؟ لا لا ما بدي مناقيش بزعتر، انا مناقيش بزعتر. الزيت اللي عم حطوه مع الزعتر مو مزبوط، مغشوش، عم تصيبني حرقة منه معدتي. ايه طيب، شو رأيك بصحن فول مرتب مع رغيفين مشروحين وبصلتين تازة؟ لكن المشكلة انه اللي عم يحطوا للفول عم يحطوا له مبيض مشان يفتح لونه، وكربونا حتى يستوي بسرعة، وملح الليمون بدل الليمون، وزيت نخب عاشر بدل زيت الزيتون الصافي. بقى شلون بدي امن اكل صحن فول من السوق؟ ما بامن. مزبوط طبعا طبعا معلمي، ما بيتامن. معناته معلم ما لنا غير نعمل شويه شرحات ونحطهم على رغيفين عجين بهالفرن. لا سيدي لا، ما بدي لحم شرحات. شو لحم شرحات انت بتعني؟ ما بدي لحم شرحات. تعرف ليش؟ لانه اللحم اللي بالسوق كله لحم بيلا واناتي. شو بدي امي باب؟ ابصر شو عم يحطوا كمان معه، ابصر. طيب معناته هلا شو بدك تفطر معلمي؟ شو بدي افطر؟ والله احسن شيء افطر حلاوي. حلاوي؟ ايه حلاوي. ليش مستغرب كل هالقد يعني؟ لا لا والله ماني مستغرب معلمي. اصبح اليوم حط لك صحن حلاوي مرتب من الطبخه الجديده. عود بقضى طيب رايح، نط اوام لعند ابو محدين جيب لي علبه من عنده. شو ما سمعت لسه؟ لا 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 سمعت معلمي سمعت. إيه اسمع، قول اطلع لبرا جيب لك حلاوي، ونحن عنا معمل حلاوي جوا. طيب شو بدك يا شغلي انت؟ انت 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 شو بدك يا شغلي؟ اعمل لي القرن بعمل لك اوام اوام. حاضر معلمي. اشو مجنون انا حتى اكل من الحلاوي تبعي؟ شغل معملي؟